شكرا لشركة أمواج الدولية على إقامة هذا الحفل للإعلان عن انطلاق أحد مشاريع. اليوم كان حضورنا في هذه الاحتفالية بالتأكيد نحن أمام قصة نجاح لرجل أعمال عراقي. شركة تطوير عقارية ساهمت في إنشاء مشاريع سكنية مهمة بجودة عالية، ومثل ما لاحظت في قاعة الاحتفال حضور من كل المستويات الرسمية وغير الرسمية، هذا دليل على الثقة في الشركات والقطاع الخاص العراقي ورجال الأعمال، والاطمئنان أنه لديهم القدرة والإمكانية لإيجاد الحلول لأزمة مزمنة وهي أزمة السكن. الحكومة أكدت منذ اليوم الأول سواء كان في الإعلان عن البرنامج الحكومي أو الحديث المستمر عن الأولويات، واحدة من أهم الأولويات ضمن الخدمات هي معالجة أزمة السكن. أزمة السكن أزمة مزمنة في المجتمع العراقي، تمثل مشكلة بصراحة للعائلة العراقية. المعالجات رغم النوايا الجادة في حل المشكلة لكنها لم تكن وفق رؤية، مرة نوزع قطع أراضي سكنية، مرة نعطي موافقة على مجمع سكني، مرة الدولة تروح هي تبني مجمعات سكنية، لكن بالنتيجة ماكو حل. حتى الشركات التطوير العقارية اللي نجحت في إنشاء مجمعات سكنية بسبب كثرة الطلب ارتفعت أسعار هذه الوحدات، وبالنتيجة يعني الفئات اللي احنا نريد نحل مشكلة ما قدرت تحصل على وحدة سكنية. العيب هو مو بالمطور العراقي، العيب بالإجراءات. الحديث عن حل الأزمة بشكل علمي مدروس لازم يأخذ بنظر الاعتبار الأرض وفك التداعيات والإشكالات بين المالية والعقارات والزراعة والبلدية والمحافظة، هذا كركن مهم، والتمويل. أنا من أنطي أرض كن أضمن تمويل للمواطن، أو وحدات سكنية أيضا كن أضمن تمويل للمواطن حتى يقدر يقتني هذه الوحدة. ثلاثة، الإجراءات والقوانين التي هي طالما كانت عامل معرقل وواحد من أسباب الروتين. وبالتأكيد هناك الركن الآخر والمهم هو البنى التحتية والطرق. احنا كنا لاحظنا انه مجمع بس ما هي من المشاريع الكبيرة، لكنه هذا المشروع توقف ولم يساهم او لم يصل الى 20% من المخطط بسبب الطريق. لو كان موجود طريق يمكن الكل يقدر يوصل لهذا المجمع السكني ويروح يسكن فيه. فالطرق والبنى التحتية واحد من أهم الأركان لحل أزمة السكن، والركن الخامس والمهم الأسعار والاستثمار وضبط هذه العملية. اليوم من نعطي إجازة استثمارية يجب أن تتدخل الدولة في الأسعار وأن تضمن أنه هذه الفئات بمقدورها أن تحصل على هذه الأرض أو الوحدة السكنية. الحكومة جادة وداعمة لهذا المشروع. كل مشاريع القطاع الخاص أعلننا قبل 5 أيام عن مدن سكنية في بغداد والفلوجة ونينوى وكربلاء وبابل. هذه الدفعة الأولى، والدفعة الثانية سوف تأتي تباعا إن شاء الله بعد إكمال الإجراءات. هالمرة احنا أعلننا مدن سكنية مو مجمعات، وأكو فرق واضح يعني بين المجمع وبين المدينة السكنية. اليوم أنا ما أقدر يعني أوفر سكن من خلال الأراضي الموجودة في مركز المدينة، هذا الحل أيضا راح يؤدي إلى مشكلة وهو مسألة الاكتظاظ سواء كان السكاني أو الخدماتي، لأنه راح يكون ضغط هائل على مستوى الخدمات، كهرباء، الماء، المجاري وغيرها، والطرق، الطرق أهم شيء. إذن يجب أن نذهب إلى مدن، هذه المدن فيها بنى تحتية متكاملة وفيها فعاليات اقتصادية بحيث أضمن وجود المواطن في هذه المدينة
بأن يكون مصدر عمل أو تواجد للوضع المعيشي. هذه الرؤية نعمل عليها، بالتأكيد سوف نعمل بعدة مسارات، نوزع قطع أراضي سكنية في مناطق مخدومة متكاملة الخدمات ونطي قرف، وأيضا نذهب إلى مبادرات أخرى بعنوان تأجير الوحدة السكنية ومن ثم تملكها، وهذا ما راح ننفذه من خلال الصندوق العراقي للتنمية الذي تم تضمينه في موازنة الثلاث سنوات. أيضا هناك برنامج خاص بوحدات سكنية تكون مناصفة بين المواطن والحكومة في تسديد قيمة الوحدة، وكذلك هناك برنامج خاص بالوحدات السكنية للعوائل المتعففة. هذا باختصار، بالتأكيد لديكم تساؤلات فنفتح المجال لأسئلة. تحياتي لرئيس مجلس الوزراء منة الله ظاهر من تلفزيون الشرق للأخبار. سؤالي لسيادتكم حول هل هنالك توجه حكومي من حكومة محمد الشاع السوداني لاستقطاب الشركات التطوير العقاري الخاصة لإنشاء مجمعات سكنية في العاصمة بغداد واستثمار أطرافها لحل أزمة السكن المتفاقمة؟ شكرا. نعم، شكرا جزيلا. رؤيتنا كقناعة تامة بعيدا عن المجاملات، بدون القطاع الخاص وشركات التطوير العقاري لن نتمكن من حل الأزمة. لذلك هذه الشركات واستقطابها وتهيئة كل مقومات النجاح مقدمة أساسية لإيجاد الحلول. اليوم احنا نتكلم عن مدن، بالتأكيد أنا لحد الآن المعلومات الأولية اللي عندي صارت ائتلافات بين مجموعة مستثمرين حتى يقدر يوفر أو ينفذ هذا المدينة السكنية. وأخواتي الأخوة، نتحدث عن مدينة سكنية قيمتها يجوز أكثر من 3 مليار دولار، بالتأكيد هي أكثر من ما يمتلك الأخوة رجال الأعمال. إذا نحتاج إلى هذا النوع من الشركات. هناك شركات إقليمية عربية أجنبية أبدت رغبة، وأكو أسماء مهمة يعني ما نريد نعلن عنها لحين انضاج الاتفاقات، معروفة في المنطقة العربية ساهمت في حل أزمة السكن. طيلة الفترة الماضية وفود مشتركة بيننا وبينهم حتى ننضج مسألة حصولهم على هذه إحدى هذه المدن السكنية لإنجاح. محمد جبار، قناة العراقية الإخبارية. دولة رئيس الوزراء يعني بسبب تزايد أعداد السكان وأيضا توقف مشاريع الإسكان طوال السنوات الماضية أصبح هناك اكتظاظ كبير في العاصمة وحتى باقي المدن في المحافظات. هل هناك توجه حكومي لإنشاء عواصم إدارية جديدة من أجل فك هذا الاختناق الكبير الذي تشهده أزمة السكن في العراق؟ مثل ما ذكرت، بسبب تركيز المجمعات السكنية في داخل المدن أدى هذا الأمر إلى ضغط على الخدمات بشكل هائل. يعني يوم أمس أنا قبل أيام فتحت محطات الثانوية في شمال وشرق العاصمة بغداد، وجدت أنه وزارة الكهرباء تشكو من هذه المجمعات السكنية التي لم تأخذ بنظر الاعتبار فك الاختناقات والتي أثرت بشكل واضح على توفير الطاقة الكهربائية. فضلا عن ذلك مسألة الطرق والازدحامات، المدارس، مياه الصرف الصحي، المياه الصالحة للشرب، هذه كلها خدمات يجب أن تكون مدروسة وحاضرة عندما تحدد أين تبني المجمع السكني. لذلك وجدنا أنه الأمر يجب أن يتجه نحو المدن السكنية، المدن السكنية خارج مراكز المدن الرئيسية، يعني خارج العاصمة بغداد وخارج مراكز المحافظات. هذه المناطق الخمسة اللي ذكرتها قبل قليل كلها خارج مراكز المدن، يعني في قضاء الفلوجة، في معسكر الغزلاني، أغلب الأخوة يتذكر المعسكر شوية بعيد عن المركز، الضفاف كربلاء، الجنائن في بابل، وكذلك مدينة الجواهري، في معسكر طارق، في أبو غريب. إذن تفكيرنا وين؟ ذاهب باتجاه مدن خارج مراكز المدن الرئيسية، مدن سكنية متكاملة. دولة رئيس الوزراء، جابر جمال مراسل قناة الرشيد. غالبية المجمعات السكنية التي بنيت في العاصمة بغداد نشاهدها غالبا في المركز،
هل هنالك توجيه من سيادتكم لتعميم تجربة المجمعات السكنية الخاصة في أطراف العاصمة أو خارج حدودها الإدارية لتعميم هذه التجربة؟ نعم، أنا ذكرت قبل قليل، والآن نتجه إلى إعادة التصميم الأساسي للمدن. تعرف للأسف بعض المحافظات لم تنجز هذا الاستحقاق المهم. أنت ما تقدر تستخدم أو تستثمر الأراضي إذا لم يكن لديك تصميم أساس محدث ويعقب تصميم قطاعي حتى يحدد الماستر بلان الأولي لمناطق السكن للخدمات. هذا بالتوازي مع هذا العمل، الآن هناك بين دعوات بين تعاقدات لتحديث التصاميم الأساسية للمدن حتى نتمكن من إيجاد مدينة سكنية. الأخوات الأخوة، خلال 6 أشهر نعمل على هذه 5 مدن بين موافقات. احنا عندنا إشكالية الأرض، أرض ملك للمالية، ملك للزراعة، ملك للبلديات، لازم موافقات، قوانين تحتم علينا أن نستحصل هذه الموافقات. يعني حتى لو تقرر قرار مجلس وزراء يصطدم بقانون، وتعرفون تراتبية السلطات في العراق اليوم، صلاحياتنا بموجب القرارات ووفق القوانين، فكيف نفرض هذه الإشكالات؟ لذلك ذكرت في كلمتي وفي كل مناسبة أنه بدون وجود تشريعات من مجلس النواب تسهل من عملية تخصيص الأراضي والانفتاح على المدن الجديدة. قناة السومرية. دكتور رئيس، نسأل عن سعي الحكومة لخلق توأمة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بموضوع حل أزمة السكن. هل يمكن أن نشهد هنالك شراكة جدية بين الحكومة والقطاع الخاص لحل هذه الأزمة؟ وعلى الصعيد الاستثماري، اليوم العراق يشهد أريحية تختلف عما كان في السنوات السابقة، وهذا الأمر واضح. كيف يمكن أن يخدم هذا الموضوع الجانب الاستثماري؟ وهل يمكن أن نشهد المزيد خلال المدة المقبلة؟ شكرا جزيلا. شراكتنا مع القطاع الخاص، ممارسة دورنا كمنظم يوفر العناصر الأساسية اللي من خلالها تمكن المستثمر من تنفيذ مشروعه. لا تعني الشراكة أن ندخل معه بشراكة بمفهومها الظاهري، بقدر ما اليوم الدولة هو هذا الدور المطلوب من عدها، دور تنظيمي. الوحدات أو المدن السكنية اللي ذكرناها هذه تتطلب شركات تطوير عقارية تمتلك الكفاءة المالية وكذلك الكفاءة الفنية اللي توفر لنا وحدات سكنية وفق مواصفات اليوم مواد البناء صديقة للبيئة، تحتفظ بمواصفات كثيرة وضعناها في الإعلان حتى نوصل إلى وحدات سكنية تحاكي ما موجود من تطور وتغيير حقيقي في شكل البنى التحتية. أنا عندي ثقة بأنه القطاع الخاص قطاع جريء، تحمل وصبر على الروتين والتأخير بالإجراءات، يمتلك الفهم الدقيق لأصل المشكلة، راح يوفر وحدات سكنية تكون متاحة للفئات المستهدفة سواء كان العوائل المتعففة أو محدودي الدخل من الفئات المتوسطة. هذه الطريقة ممكن هو يحقق الربحية اللي يريدها، وهذا حق طبيعي. طيلة الفترة الماضية كل الوحدات السكنية اللي معروضة كلها بأسعار غالية مرتفعة بشكل واضح، غير متاحة بالنسبة للسواد الأعظم ممن يحتاج هذه الوحدات السكنية. إذن القطاع الخاص من خلال علاقتنا وتفاهماتنا الأولية وجهنا لهذه الفئة، هي راح تحقق لها ربحية بقدر الربحية اللي يراهن عليها من خلال وحدات محدودة لفئة متمكنة من المجتمع. السلام عليكم دولة الرئيس. مصطفى صقر، رأس القناة الأولى. إنشاء مجمعات سكنية داخل المدن ولا الضغط كبير على قضية الكهرباء وأيضا شبكات المجاري والمياه وغيرها. هل تضع الحكومة خطط لمعالجة هذا، يعني هذه المشاكل، خشية مثلا من ولادة أزمات جديدة
غير أزمة السكن وأيضا أزمة الطرق اللي طرقت لها حضرتك، بالإضافة إلى فرص استثمارية سكنية، مجمعات سكنية بسيطة خارج المدن، غير خارج المدينة، غير المدن اللي تحدثت عليها حضرتك، هل ستمنحون فرص استثمارية صغيرة لمجمعات سكنية يعني صغيرة، وحدات 100,000 وأقل من كذلك؟ شكرا جزيلا. احنا أعطينا الأولوية للمدن السكنية اللي أعلننا 5 منعتها. 2، المجال مفتوح للمجمعات السكنية لكن وفق رؤية الحكومة، الرؤية الجديدة ما نعطي أرض بدون مقابل بصراحة. يعني اليوم قيمة الأرض قيمة مرتفعة وهي الأغلى، أريد نعطيها مقابل منفعة خصوصا للفئات المتعففة لمحدودي الدخل أو لتوفير بنى تحتية حتى تكون المصلحة متكافئة. ما عندنا أي مشكلة في أي فرصة استثمارية لمجمع سكني وفق الرؤية، لكن كأولوية الذهاب إلى المدن السكنية. نعم. Hi, Marie-Charlotte Roupy, France 24 correspondent. Mr. Prime Minister, when we're talking about investment, we're thinking about the development road. Concerning this project, could you clarify the part of the investment that will come from Iraq and the part of investment that will come from outside, and which countries or who would be part of the consortium, to build the development road? No. شكرا جزيلا لهذا السؤال اللي هو اعتقد حديث الساعة. طريق التنمية هو ليس وليد الصدفة أو حدث آني. عندما نتكلم عن طريق التنمية معناها الحديث عن ميناء الفاو. ميناء الفاو موجود في أدبيات الدولة العراقية منذ الثمانينات كميناء يستهدف لترانزيت العالمي ويسد جزء من حاجة العراق على السنوات القادمة. تأخرت الدولة في تنفيذ الميناء لكن وصلنا إلى مرحلة أنه الآن احنا في على اعتاب إكمال المرحلة الأولى من الميناء نهاية 2025. السؤال ماذا بعد إكمال الميناء؟ بالتأكيد الخطوة المهمة أن نكمل باقي المكونات اللي موجودة ضمن هذا المشروع. المكون الأول للميناء اتفقنا أنه بعد سنتين إن شاء الله نكمل المرحلة الأولى. المكون الثاني المدينة الصناعية الأكبر على مستوى الشرق الأوسط اللي هي مجاورة للميناء. المكون الثالث مدينة سكنية جديدة تحتوي وتضم كل الفعاليات السكنية ومتطلبات هذين المشروعين الميناء والمدينة الصناعية. والمكون الرابع اللي هو طريق سفك الحديد وطريق البري اللي يربط ميناء الفاو بالحدود التركية ومن ثم إلى أوروبا. هذا هو الطريق الأقصر بالنسبة للتجارة ونقل البضائع بين الشرق والغرب، وهو طريق عالمي ومحور اقتصادي ضمن منهجية الدولة. أيضا منهجية الحكومة في عملها الحالي توجهها الحالي هو أن نخلق شراكات اقتصادية مع دول المنطقة إيمانا منا بأن هذا الأمر يسهم في تحقيق الاستقرار ويوفر المنفعة لكل دول المنطقة والعالم. على هذا الأساس عقد مؤتمر وزراء في بغداد قبل أيام، سبق اجتماعنا في أنقرة مع الرئيس التركي والذي أعلننا من خلاله البدء بطريق التنمية، وهناك خطوات لاحقة سوف تستمر. احنا ما نتحدث عن فكرة أو مقترح حتى يكون واضح، احنا نتحدث عن مشروع قائم. ميناء الفاو الآن 5 مشاريع تنفذ من قبل شركة دايو ومستوى التنفيذ جيد جدا على ضوء نسب المخطط، يعني المشروع ماشي بالوفق ما مخطط. 2، نتحدث عن طريق التنمية، سبق وأن تم إحالة الدراسة والتصاميم لشركة إيطالية والآن هذه الشركة تعمل، وعقدنا كذا جلسة حتى نتوصل إلى تحديد المسار. فحتى يكون واضح للأخوة الإعلاميين، هذا الحديث مو حديث عن أمنيات أو عن مقترح أو عن فكرة
والله الحكومة طلعت وسوت مؤتمر ودعت وزراء، لا، الحديث عن مشروع قائم، وهناك خطوات عملية سوف تستمر يومياً، عندنا خطوة عملية، لكن بغية انضاجها حتى نضع الرأي العام. هذا مشروع أبدت كل دول المنطقة فضلاً عن دول العالم، اتحاد أوروبي، الصين، أرسلوا رسائل مهمة ورسمية بأهمية هذا المشروع واستعدادهم للمشاركة، ونحن ماضون إن شاء الله في تنفيذه بالشكل الذي يجعل العراق محور اقتصادي في المنطقة، وهو هذا الوضع الطبيعي لبلد مثل العراق بموقع الجغرافي وبما يمتلكه من موارد طبيعية وبشرية. شكرا جزيلا لكم. تحية طيبة على الحسن من قناة سامراء الفضائية. سؤالي حول المدن الاستثمارية، وجهتهم بأن تكون هذه المدن مدعومة للطبقة الفقيرة والمتوسطة، هل ستكون مدعومة للمواطن بقروض ميسرة كما يحصل في دول الجوار كالخليج وبعض الدول الأخرى؟ شكرا جزيلا. نعم، بالتأكيد هذا واحد من أهم الأركان المهمة في مسار الحل اللي وضعته الحكومة. احنا درسنا المشكلة من كل زواياها، ويمكن ذكرت أنا قضية الأسعار مسألة حاكمة في حل الأزمة، حتى نعرف مستويات الدخل المعيشي للمواطن. أكو عوائل متعففة ما تقدر، لو تظل 100 سنة بعد ما تقدر تحصل على أرض أو وحدة سكنية. أكو فئة محدودية دخل وهي الأكبر، اليوم راتبة 600 إلى مليون، وين يقدر يحصل وحدة سكنية بمفهوم السكن اللائق؟ وضعنا الحلول، القرض موجود للمواطن إذا يستلم قطعة أرض سكنية مخدومة بالبنى التحتية، وأيضا هناك قرض ومبادرات تسهل من الحصول للمواطن في المشاريع الأخرى عندما يحصل على وحدة سكنية متكاملة. شكرا جزيلا لكم. السؤال اليوم، يعني حلوين هالبروجكت، بس أنا لما بحكي مع ناس هون أهل البلد بيقولوا إنه هن يمكن مش قادرين، يعني أو إذا بدي أسأل بالإنجليزي كرمال، يعني they're not able to pay for a lot of these apartments. So what are you scared that there will be a housing bubble in Baghdad, real estate speculation, and more, maybe more importantly, where is the money coming from for all of these projects? I think you've spoken about that a little bit in the past. شكرا جزيلا. أنا ذكرت أن كل التجارب السابقة لم تصل إلى المستهدف الحقيقي الذي يعاني من أزمة السكن، ذهبت إلى فئة تستطيع أن تدفع 300,000 200 مليون وصعودا. اليوم الأزمة موجودة بمدينة الصدر اللي 140 متر تحولت إلى 3 قطاع، موجودة بأطراف بغداد اللي تحولت إلى عشوائيات، موجودة في كل مكان في كل محافظة. أولوية الحكومة هذه الفئة، فئة العوائل الفقيرة، العوائل المتعففة وذوي الدخول المتوسطة. ذكرنا أنه سوف تكون هناك عدة مسارات، سواء كان قرض مع الأرض المخدومة بالبنى التحتية، أو قرض أيضا مع وحدة سكنية متكاملة، أو وحدة سكنية مناصفة بين الحكومة والمواطن، أو وحدة سكنية مقابل أجر شهري لمدة من الزمن، مدة ميسرة، أو بالتأكيد وحدة سكنية لمن يستطيع أن يدفع مقدما بأسعار سوف تتحكم بها الدولة. واحدة من الإشكاليات، لم تكن الدولة حاضرة، لا هيئة الاستثمار ولا أي جهة رسمية، في تحديد سعر الوحدة السكنية، لذلك استغل هذا الأمر من بعض المستثمرين بشكل سلبي. بالتأكيد نحن نبحث عن الحلول، الحكومة سوف تكون حاضرة لتأمين السكن، السكن حق دستوري، ويجب على الدولة أن ترصد الموازنات وتضع السبل والحلول الكفيلة بحصول المواطن من مختلف الفئات على السكن اللائق. شكرا جزيلا.